بص يا اخواتي، انا هجيلكوا دغري. حرفيا كنت كل سنه قبل رمضان بشوف فيديو زي ده، بيبقى في حد عايز يوصل رقم معين قبل رمضان وبيطلب منكم الفسحه، وبسم الله ما شاء الله كلكم بتقفوا جنبه. انا كنت اشوف اي فيديو زي ده كنت اخش اعمل له فولو، ومبسوط قوي اني خليت انسان مبسوط. فجيت دور عليا ومستني بقى الناس تفزعل انا بقى عشان افرح انا كمان. فانا مش طماع يا عم، انا عايز اوصل 50,000 بس. فانا اخويا طالب منك طلب بسيط قوي، ان اي حد يستخدم الصوت ده فرحه واقف جنبه يا عم. انا عارف انك جدع وبتقف جنب اي حد، والله العظيم هيجي يوم وهتبقى في المكان ده وهتلاقي كل الناس بتقف جنبك زي ما انت وقفت جنبي.